هونج كونج بلد الفنان الكبير جدا جاكي شان. هونج كونج بلد صغنطوطة خالص جنب الصين وجنب مكاو، بالفيري او بالمركب السريع من مكاو ساعة بالظبط، بالهليكوبتر حوالي 10 دقايق من مكاو او من الصين. هونج كونج حاجة من الحاجات الجميلة جدا اللي فيها ان المصريين مش محتاجين فيزا عشان يدخلوها، فدي حاجة هتخلي مصريين كتير جدا 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 اعتقد دلوقتي يفكروا يروحوا هونج كونج. هونج كونج العملة بتاعتها دولار الهونج كونجي، من احلى اشكال العملات اللي شفتها في حياتي. دولار الهونج كونجي تقريبا بجنيه مصري، عندهم ده اللي انا ماسكه فيه دي 10 دولار هونج كونجي، ودي كمان عامله زي الجنيه المصري ده 10 دولار هونج كونجي. هونج كونج بلد جميله جدا ونظيفه جدا ومتطوره جدا جدا جدا. خلينا نروح نشوف فين هونج كونج الصغيره خالص دي على الخريطه. احنا وصلنا هونج كونج الحمد لله سبحانه وتعالى، العالم مصر هو بيرفرف في هونج كونج. هونج كونج بلد بقالها حوالي 50-60 سنة ولكن بنيتها التحتية جامدة جدا، ناس بتبني تحت وبعدين تبني الدولة، انك انت لو ما بنيتش تحت متعرفش تبني عليها اي حاجة. هونج كونج المترو فيها حلو جدا طبعا، ده غير ناطحات السحاب الموجودة في كل حتة المميزة، ده غير احلى حتة عندهم في القمة بتاعت هونج كونج في البيك، غير وولد ديزني اللي عندهم هناك مدينة ديزني لاند في هونج كونج، اللي حتى المترو بتاعها الشبابيك بتاعته معمولة على شكل ميكي ماوس، المكان اللي انت بتمسك فيه ده على شكل ميكي ماوس. المترو في هونج كونج جميل جدا 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 جدا، محطات المترو في هونج كونج والله ولا احلى مطار دخلته في العالم. احنا فوق ذا بيك او اعلى نقطه في هونج كونج كلها، في نفس الوقت احلى ما في الصوره اعتقد العالم بقى شايله على ظهري ده يا جماعه. المترو في هونج كونج شايف العالم بيتحرك ازاي، عارف الهواء جوه المترو عامل ازاي. تعالوا بيكم في متحف الشمع هنا في هونج كونج. العزيمة والإصرار والتحدي والصبر هم دول اللي خلوا هونج كونج تبقى بجد هونج كونج في 50 سنة. احنا نقدر يا جماعة، بجد نقدر ان احنا نبقى احسن منهم ان شاء الله قريب جدا. هنا في اكبر مسجد او اكبر تجمع الاسلام، شايفين الكنيسه هنا جنب المسجد هنا. هنا ما بيحطوش سقالات زي ما احنا عندنا، ما بيحطوش حاجات، بيحطوا خشب بامبو، خشب بامبو هو اللي بيبني عليه اي حاجه عشان البنى. حلمي أخدني في طريقي عشان نوصل إندونيسيا. إندونيسيا هنلاقي على حدودها نيو باباي غينيا، وهنلاقي تيمور الشرقية، وتحتيها أستراليا. إندونيسيا أول بلد في آسيا نلاقي إن الديانة الرسمية فيها الإسلام. إندونيسيا أكبر عدد سكان مسلمين في العالم كله، أكتر من مصر، أكتر من السعودية، أكتر من أي دولة تانية في العالم.
العملة الرسمية في إندونيسيا الروبية زي ما انتم شايفين. خلينا نشوف بقى إندونيسيا على الخريطة ونرجع تاني. رحت اندونيسيا وبتاكل لقيت ان الاكل عندهم مش كلاب وقطط وفران زي فيتنام ومش حشرات زي تايلاند. المره دي اكله غريبه شويه بالنسبه لنا. الاكله الشعبيه عندهم رجلين الفراخ بضوافرها يا جماعه شوربه. والحاجه الاغرب كمان ان ما بياكلوش حاجه غير وعليها سوداني، طحينه سوداني، زيت سوداني، حاجات كتيره جدا كلها. حتى الكبده بيعملوها في سياخ وبيحطوها في عجينه سوداني عشان ياكلوها. دي حاجة من الحاجات الغريبة جدا، ولكن طبعا أرحم بكتير من اللي شفناه في بلاد تانية كتير. بيعملوا فراخ، بيحطوها في رز، بيحطوا في بيض، بيحطوا حاجات كتيرة جدا 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 جدا، بياكلوها كأكلة شعبية إندونيسية. ده رمز إندونيسيا يا جماعة. ثلاث ساعات بنلعب كوره، ومين حبيبي يعني الخطه كده خلاص وقفت. عايزين نركز على التصوير، نكمل الصلاه دي وبعدين نشوف النتيجه في الفيديو. وانا ماشي في الشارع مره واحده سمعت صوت بقالي كتير ما سمعتوش خلال رحلتي، صوت الاذان. يا جماعة في إندونيسيا كان أول مرة في حياتي أسمع صوت الأذان جوه آسيا. دي حاجة بجد كانت جميلة جدا جدا إنك أنت بجد تسمع صوت الأذان وأنت ماشي في الشارع بره مصر في آسيا. دلوقتي في إندونيسيا في جاكرتا سامعين الأذان، الأذان للمسلمين. إحنا رحنا بلاد كتيرة جدا 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 كان فيها مسلمين، لكن لم نسمع الأذان في كل هذه البلاد في آسيا، وأخيرا سمعناه في جاكرتا. حاجه من الحاجات اللي هي بجد اخدت بالي منها كويس جدا انه ما عندهمش مترو انفاق في العاصمه جاكرتا. ليه ما عندهمش مترو انفاق؟ لان بنت الزعيم الاندونيسي هناك كان عندها صديق رجل اعمال بعت له حاره في الشارع، حاره من الشارع اتباعت ليها مقفوله مخصوص، حاطين حاجه اسمها ترانس جاكرتا او الاتوبيس اللي هو بينقل الناس بدل مترو الانفاق. اندونيسيا فيها حاجات كتيره جميله زي الجزر وزي السياحه وزي حاجات كتيره جدا، ولكن في حاجات كتيره برضو فيها وحشه زي زحمه المرور، زي ان هم ما بيحترموش الاشارات.